أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن سعادته بفوز الحصان آر بي ريتش لايك مي لفريق فيكتوريوس والسيد فوزي ناس بكأس الجولة الأولى من تحدي المكتوم ضمن كرنفال كأس دبي العالمي المقام على مضمار ميدان بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن هذا الفوز ثمرة دعم واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه لرياضات الفروسية في المملكة، والتي أثمرت عن مشاركات بحرينية ناجحة في المحافل العالمية الكبرى لسباقات الخيل. وأوضح سموه أن الفوز سيكون حافزا لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في المحافل العالمية، مشيدا سموه بالدور البارز للمدرب فوزي ناس في تهيئة الأجواء المثالية للمشاركة البحرينية في هذا المحفل العالمي الكبير، ومشيدا سموه بذات الوقت بجهود الفارس أدري ديفرس. من جانبه عرب السيد فوزي ناس عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على دعم سموه المتواصل للمشاركات البحرينية الخارجية. وأشاد فوزي ناس بهذا الفوز الذي يضاف إلى سلسلة الانتصارات التي تحققت في مضمار ميدان، ويؤكد الحضور البحريني البارز. وجاء فوز الحصان آر بي ريتش لايك مي بالجولة الأولى من تحدي المكتوم الفئة الأولى والممتد على مسافة الميل على الأرضية الرملية بكرنفال كأس دبي العالمي، بعد أن فرض الحصان سيطرته على السباق منذ الانطلاق ووصولا إلى خط النهاية محققا الفوز بكل سهولة وأريحية.